بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائنا طلاب الصف السابع، وصلنا إلى درس ضغط الهواء في الصفحة 63 من كتاب الطالب. إذن سوف نرى في هذه الحصة أبنائنا الطلاب ما المقصود بضغط الهواء، وكيف نقوم بعملية استنتاج ضغط الهواء. أولا، الهواء يؤثر بقوة على أجسامنا من جميع الجوانب. إذن الهواء يؤثر بقوة على أجسامنا من جميع الجوانب. والضغط هو عبارة عن قوة مؤثرة عموديا على وحدة المساحة. إذن ما المقصود بالضغط؟ هو قوة مؤثرة عموديا على وحدة المساحة. الهواء يحيط بأجسامنا من جميع الجوانب، ولكننا لا نشعر بالضغط الجوي. إذن علل لا نشعر بالضغط الجوي اللي هو ضغط الهواء على أجسامنا. لماذا؟ لأن الهواء يضغط علينا من كل جانب، كما أن ضغط السوائل مثل ضغط الدم في أجسامنا يعادل الضغط الجوي. إذن لأن ضغط السوائل أو ضغط الدم في أجسامنا يعادل الضغط الجوي، والهواء يضغط علينا من كل جانب، لذلك لا نشعر بالضغط الجوي على أجسامنا. تعريف الهواء أبنائنا الطلاب هو الطبقة الممتدة من سطح الأرض وحتى نهاية الغلاف الجوي. إذن من سطح الأرض وحتى نهاية الغلاف الجوي، هذا ما يسمى الهواء. يحتوي الهواء على الغازات الضرورية لحياة الكائنات الحية، حيث أن الهواء يحتوي على الأكسجين اللازم لتنفس الكائنات الحية، ويحتوي أيضا على غاز ثاني أكسيد الكربون اللازم لعملية البناء الضوئي في النباتات، كما يحتوي أيضا على النيتروجين الذي يحد من نشاط غاز الأكسجين الذي قد يتسبب في احتراق كل شيء على سطح الأرض لو كان نسبته عالية، لأن النيتروجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. يمكن مشاهدة الهواء أبنائنا الطلاب من خلال حركة الأشياء التي يحركها الهواء من حولنا، مثل أوراق الأشجار أو العلم أو الغبار في الجو. إذن أنا لا أشاهد الهواء، ولكن أشاهد حركة الأجسام التي يحركها هذا الهواء، كما في تحرك أوراق وأغصان الأشجار. يعد الهواء أبنائنا الطلاب هو المادة الأساسية التي لا تستطيع الكائنات الحية الاستغناء عنها بسبب تواجد الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. والأكسجين هو الغاز، يسمى بغاز الحياة لأنه لازم لتنفس الكائنات الحية. أيهما أقوى، إصبعي أم الهواء؟ وهذا الكلام هو عبارة عن تطبيق وتمرين موجود في صفحة 63 من كتابك ابني الطالب. نلاحظ الآن هذه المحقنة التي أمامنا، سوف نقوم بسحبها إلى الخلف ضاغطا المحقنة البلاستيكية إلى المنتصف، ثم ندفعها إلى الأمام. بماذا تشعر؟ سوف نشعر أبنائنا الطلاب بأن الضاغط يتحرك بسهولة. لماذا؟ لأن الهواء سوف يخرج من هذه الفتحة، وبالتالي يتحرك الضاغط بسهولة دون أي مقاومة. أما في التجربة الثانية، عندما وضعنا أصبع اليد على فتحة المحقنة ونضغط من الجهة الأخرى، سوف يتحرك الضاغط بصعوبة ثم يتوقف قبل النهاية. يتوقف قبل النهاية لماذا؟ لأن الهواء موجود داخل المحقنة، مما يؤدي إلى صعوبة حركة الضاغط داخل المحقنة. إذن يمكن ضغط الهواء ليشغل حيزا أقل. إذا نستنتج من هذه التجربة أبنائنا الطلاب أن الهواء يمكن ضغطه ليشغل حيزا أقل. قارن بين المحاولة الأولى والمحاولة الثانية في المحقن كما سبق في الشريحة الماضية. نلاحظ أن الأولى كانت أسهل. لماذا؟ لخروج الهواء من المحقنة. أما الثانية فكانت أصعب. لماذا؟ لعدم خروج الهواء من المحقنة. يتم استنتاج أن الهواء قابل للانضغاط. إذن الهواء قابل للانضغاط كما ترى في هذا الشكل الذي أمامنا. إذن الهواء يمكن نفخ عجلات السيارة ونفخ الكرة كما ترى في هذا الشكل، وأيضا لعبة النطاطية كما ترى أبنائنا الطلاب، هي تعتمد على ضغط الهواء داخل هذه الأوعية البلاستيكية. تحدي ضغط الهواء في صفحة 64. علق الشفاطين المطاطيين المختلفين في الحجم كما في هذا الشكل ألف وباء
بشكل أفقي على سطح أملس مثل سطح المرآة، ثم أبدأ بتعليق أوزان مختلفة واحدا تلو الآخر على كل من الشفاطين. اذكر توقعاتك للشفاطين المطاطيين ألف وباء. ماذا تتوقع أن يحدث عند تعليق هذه الأثقال في الشفاط ألف والشفاط باء؟ نلاحظ أبنائنا الطلاب أن الشفاط المطاطي ألف سوف ينفصل قبل الشفاط رقم باء، ولذلك السبب في ذلك لأن حجمه صغير فتقل قيمة الضغط عليه وبالتالي ينفصل أولا. إذن ألف سوف ينفصل أولا لأن حجمه صغير فتقل قيمة الضغط عليه. عدد المحاولات في الشفاط المطاطي الصغير ألف، المحاولة الأولى كانت بواحد نيوتن، تمام، ثم أنهينا المحاولة بخمسة نيوتن، يعني قمنا بخمس محاولات حتى سقط الشفاط المطاطي ألف. أما في الشفاط المطاطي باء وضعنا في المحاولة الأولى واحد نيوتن، ثم بدأنا نزيد اثنين نيوتن، ثلاثة نيوتن، أربعة نيوتن، حتى وصلنا إلى عشرة نيوتن، وبالتالي وقمنا بعشر محاولات حتى سقط الشفاط المطاطي الكبير اللي هو رقم باء. إذن نلاحظ من هذه التجربة أن الشفاط المطاطي ألف سقط أولا لصغر حجمه، أما الشفاط الباء شفاط باء استمر فترة أطول بسبب كبر حجمه. من خلال تجربتك حدد أي شفاط انفصل أولا. شيء طبيعي الشفاط رقم ألف. كم عدد المحاولات التي تمت حتى انفصل الشفاط من مكانه؟ خمس محاولات. ناقش النتائج مع زملائك ابن الطالب وحدد سبب المحاولات الكثيرة التي احتجت إليها لفصل الشفاطين المطاطيين عن مكانهما لكبر قيمة الضغط الجوي الخارجي الذي يثبت الشفاطين المطاطيين. الآن سوف نقوم بتجربة التالية في صفحة 65. أحضر مضخة الهواء اليدوية فيها عداد قياس الضغط، ركب رأس المضخة على صمام الإطار الصغير وانفخ الهواء بداخله إلى الرقم 3، وكرر العمل السابق مع إطار أكبر منه وانفخ فيه إلى الرقم نفسه 3 الذي نفخته في الإطار الصغير. اضغط بإصبعك على الإطارين أيهما فيه ضغط أكثر. نلاحظ أن الإطاران متساويان في ضغطهما، ولكن الكبير به كمية هواء أكثر. ناقش زملائك وسجل تفسيرك للجملة التالية: يعتمد ضغط الهواء على مساحة السطح. كلما زادت مساحة السطح أبنائنا الطلاب قل الضغط. إذن كلما زادت مساحة السطح قل الضغط، وكلما قلت المساحة زاد الضغط، أي أن العلاقة هنا بين مساحة السطح والضغط هي علاقة عكسية. علاقة عكسية. ما هي فكرة عمل شفاطات التثبيت الضغط الجوي؟ إذن فكرة عمل الشفاطات للتثبيت تثبيتها على الأسطح الملساء هو الضغط الجوي. ماذا يحدث عندما يتم ضغط الشفاط المطاطي على حائط أملس؟ يخرج الهواء من الداخل فيقوم الضغط الجوي الخارجي بالضغط عليه وتثبيته في مكانه. علل: عند الضغط على الشفاط المطاطي على حائط أملس يتثبت بمكانه، وذلك بسبب تفريغ الهواء بين الشفاط المطاطي والحائط الأملس، فيقل الضغط الجوي بين الشفاط والحائط فيثبت بمكانه بسبب زيادة الضغط الجوي الخارجي عليه. إذن يصبح الضغط الخارجي أكثر وأكبر من الضغط الداخلي للمطاط أو الشفاط المطاطي. ماذا يحدث في حالة تحريك الشفاط المطاطي الثابت على حائط أملس؟ يدخل الهواء فيتساوى الضغط الداخلي مع ضغط الهواء الخارجي، مما يؤدي إلى انفصال وتحرك الشفاط المطاطي من مكانه. يلعب ضغط الهواء الجوي أبنائنا الطلاب دورا مهما في حياتنا، حيث توجد حالات يجب الانتباه إليها ومراقبتها، مثل ضغط الهواء داخل إطارات السيارات حتى لا يحدث حوادث، وذلك من خلال أجهزة قياس الضغط. إذن يجب علينا أن نقيس ضغط إطارات السيارات كل فترة وأخرى حتى نتجنب الحوادث. كن حذرا من ضخ كمية كبيرة من الهواء صيفا في إطار السيارة، حيث يؤدي ذلك لانفجارها بسبب تمدد الهواء في الصيف بسبب الحرارة العالية. إذن لأن الهواء يتمدد بالتسخين فيشغل حيزا أكبر، مما يؤدي أنه يضغط على الإطار من الداخل فيؤدي إلى انفجاره مسببا حادثا وقد يسبب كارثة.
كما ترى في هذا الشكل الذي أمامنا، أصبح التاير انفجر وأدى إلى حادث، والحوادث قد تكون مؤسفة وقد تودي بحياتنا، ولذلك يجب علينا أن ننتبه جيدا لكمية الهواء الموجودة في إطارات سياراتنا. ما هو الضغط الجوي؟ هو وزن عمود من الهواء والمؤثر على وحدة المساحات من السطح. نلاحظ الآن هذا ابن الطالب هو عمود الهواء المؤثر على وحدة المساحات من السطح على مستوى سطح البحر، وكلما ارتفعنا إلى أعلى سوف يقل طول عمود الهواء، ومما يؤدي إلى قلة وزنه وبالتالي يقل الضغط الجوي. إذن كلما ارتفعنا إلى أعلى في المناطق الجبلية يقل الضغط الجوي ويصبح أقل من الضغط على مستوى سطح البحر. وتلاحظون أبنائنا الطلبة الذين يتسلقون الجبال قد يصابون بنزيف في الأنف، وذلك بسبب نقصان الضغط الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى، فيصبح ضغط السوائل وضغط الدم داخل أجسامنا أكبر من الضغط الجوي، مما يؤدي إلى انفجار الشرايين الرقيقة الموجودة في الأنف أو في الأذن، مما يؤدي إلى حدوث نزيف الأنف. سجل نتائجك من خلال إدخال عود مصاص في كيس وأحكم إغلاقه، ثم ضع الكيس تحت الكتب وانفخ الكيس من خلال عود المصاص، كررها مع كتب أكثر. إذن سوف نضع كيس ونضع عليه عود مصاص وننفخ في هذا العود المصاص، ولكن نقوم بعملية وضع كتب كثيرة ثم نقلل كمية الكتب أو نزيد عدد الكتب حسب الحالة. ماذا نلاحظ؟ أن سينزاد انتفاخ الكيس مع القليل من الكتب، والعكس صحيح. ماذا نستنتج من هذه التجربة؟ يعتمد الضغط الجوي على القوة المؤثرة ويزداد بزيادتها ويقل بانخفاضها. إذن الضغط يعتمد على القوة المؤثرة، فيزداد الضغط بزيادة القوة ويقل الضغط بانخفاض القوة. إذن العلاقة طردية بين القوة وبين الضغط. اشرح العبارة التالية: الرياح هي نتيجة حركة الهواء الناجم عن تفاوت ضغط الهواء. في صفحة 66 ابني الطالب: الرياح هي الهواء المتحرك، وتنشأ الرياح نتيجة تفاوت الضغط الجوي من منطقة إلى منطقة أخرى، حيث أن الرياح تتجه من المنطقة ذات الضغط الجوي العالي إلى المنطقة ذات الضغط الجوي المنخفض. وكما تلاحظ ابني الطالب في نشرة الأرصاد الجوية أن الرياح تتجه من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب بسبب أن هناك منخفض جوي أو مرتفع جوي. هذا المنخفض الجوي أو المرتفع الجوي هو ناتج عن ضغط الجوي العالي، فينتقل الهواء وتنتقل الرياح من منطقة ذات ضغط جوي مرتفعا إلى منطقة ذات ضغط جوي منخفضا. وبالنهاية نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.